إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بياكم وغفر لنا وإياكم وهدانا وهداكم يا رب العالمين. معكم محمد نصيب المحاور، باحث في الكتاب المقدس، الرد على المنصرين المتطاولين على الإسلام مما يعتقدهم. ومعنا اليوم لقاء مع أختنا غادة صابر بطرس فيليب والآن نهى السيد. حياك الله أختنا. أهلا يا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيكي ويرضى عليكي. أسأل الله لنا ولك التسديد والتوفيق والقبول والإعانة فيما نقول. شوف القبول الإعانة فيما نقول، برضو هي جت كده والله. أختنا نهى السيد، أول شيء إحنا اتفقنا مع كل المتابعين بسرعة كده اكتبوا لي إيه الدليل إنها كانت مسيحية وأسلمت. إحنا بتوع أدلة، بتوع اثباتات، مش كلام زي زكريا بطرس الدجال وقنوات التنصير الفاشله اللي يقعدوا يقول لك فلانه اتنصرت، فلانه مش عارف ايه، ولا اتنصرت ولا نيله، بتبقى من اب وام مسيحيين هي بتبقى عبرت، يعني هي مسيحيه بس عبرت برضه بدون اثبات بدون دليل بدون اي حاجه. الدليل دي زي ما انتم شايفين شهاده اشهار اختنا نهى السيد اللي هي سابقا كانت غاده صابر فيليب بطرس. أنا قلت بطرس فيليب، لا فيليب بطرس، وديانتها كانت مسيحية ثم أسلمت بفضل رب العالمين. أهي صورتها، أسلمت بفضل رب العالمين وأصبح اسمها الآن، أصبح فين اسمها؟ اسمها الآن إيه؟ نهى محمد أحمد السيد. نعم، أصبح اسمها الآن نهى محمد أحمد السيد. أسأل الله أن يبارك فيك أختنا. حلقة آمين يا رب. النهاردة هتبقى بعنوان ما الذي دفعها للإسلام، أو أدلة صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام من وجهة نظر هذه الأخت المسلمة الجديدة، الله يبارك فيها. طيب أختنا هتقولي أنت الأسئلة وتجاوبي عليها، ولا طب خلينا الأول نجيب بس قناتك برضو، علشان أدي يا جماعة الخير قناة الأخت، يا ريت الإخوة يشتركوا فيها جميعا. نهى السيد بالشكل ده، يا ريت تشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، هي بتقدم حلقات كويسة طيبة، أسأل الله أن ينفع بيها ويتقبل منها يا رب العالمين. طيب ناخد الأسئلة أختي. طيب اتفضل اسمع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بالاخ محمد نصيف وبكل الاخوه والاخوات المتابعين، ويسعدني ويشرفني اكون ضيفه على قناه الاخ محمد نصيف للمره الثانيه. الله يبارك وكل فيك، حضراتكم بخير. الله يبارك فيك. السؤال اللي كان دايما بيجي في عقلي وفي تفكيري، هل القرآن من تأليف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا علشان أجاوب على السؤال ده طبعا كان لازم أقرأ كتير واطلع على حاجات كتير عشان أثبت إن القرآن مش من تأليف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ودي طبعا الشبهة اللي النصارى دايما بيقولوها، القرآن من تأليف محمد، صح ولا لا يا أستاذ محمد؟ صحيح صحيح، طيب طبعا القرآن ما ينفعش ان هو يكون من تأليف سيدنا محمد. ليه بقى؟ هما بيقولوا ان سيدنا محمد هو اللي ألف القرآن. انا كإنسان علشان أألف كتاب لازم يكون ليا هدف ورا تأليف الكتاب ده، ما ينفعش ان انا ألف كتاب كده وخلاص، هو كده وخلاص، ما ينفعش. يعني انا علشان ألف كتاب لازم يكون عندي هدف، هعمل دراسة جدوى للكتاب ده وهعرف ان الكتاب ده مثلا هيحقق لي ربح، مثلا يبقى هدف الربحية. هنبص نلاقي النبي محمد عايش فقير وكمان مات فقير، يعني ما حققش منه اي ربح. طيب يعني فلنفرض ان هو السؤال الأول اللي أقول لك إيه اللي النبي تربحه أو استفاده من تأليف القرآن؟ ما تربحش، فكان ما كسبش، نعم يعني هو عايش فقير ومات فقير برضو. نعم طيب ممكن تقول طيب علشان ياخد مجد مثلا وتمجيد، هنبص نلاقي لا، ده هو حتى حرم ان يكون فيه أضرحة وحرم التبرك بيه بعد مماته، فبكده نعم هو ما
ربح مادي او مثلا تبرك او شهرة او اي حاجة. فبكده الشبهة بتاعت ان النبي محمد ألف القرآن الكريم علشان يتربح منه او يكسب شهرة منه، دي شبهة ما اي اساس او اي دليل من الصحة. كملي كده الحديث ده ورايا. لا تطروني، لا تطروني، انا فين القلم، فين القلم عشان اكتب ادون وراك نقط كده معينه. لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. الاطراء المدح الزائد، تخيل لما نبي قال لا تمدحوني المدح الزائد كما فعل النصارى المسيحيين، يعني مع عيسى عليه السلام او مع المسيح ابن مريم، ان جعلوه الها او ابن الاله. لو كان ده لو كان هيتكسب شيء، اقل شيء كان طلب منهم عبادته، مش كده ولا ايه؟ طبعا هو ما عملش كده، ما عملش كده، ما كانش هدفه كده اصلا، ولا نعم. الاطراء ولا تحقيق مكاسب ماديه. نعم. تمام. السبب التاني اللي خلاني اقول ان القران مش من تاليف سيدنا محمد، ان اذا كان القران من تاليف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فليه كان بيهدد نفسه في القران مثلا؟ ليه كان بيهدد نفسه في القران؟ في ايه بيوضحها القرآن الكريم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يعني هو كده بيهدد نفسه، لو هو اتبع أهواءهم هيكون من الظالمين، وطبعا معروف مصير الظالم هيكون النار. معقولة محمد هيألف كتاب ويهدد فيه نفسه؟ طبعا مش معقول. السبب نعم. الثاني خلاني أقول إن القرآن مش من تأليف سيدنا محمد، إن في سورة كاملة نزلت تسمى سورة عبسة. السورة دي كانت نازلة بتعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم لما في شخص اسمه ابن مكتوم الأعمى طلب منه إن هو يعلمه في أمور الدين، فالنبي ما اهتمش بيه لأنه كان مهتم بأمور تانية أكبر من كده. فنزلت الآية الكريمة بتعاتب الرسول على الحدث ده، يعني ازاي ان هو ما اداش اهتمام للراجل ده وما علمهوش الدين او الحاجات اللي هو عايز يفهمها في الدين. طبعا فيما بعد كان بيرد صح بقى، وفيما بعد كان بيقول له ايه: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. نعم. هل يعقل النبي محمد هينزل او هيألف كتاب وهيعاتب نفسه في نفس الكتاب؟ طبعا مستحيل. نعم صحيح. يبقى هنا إذا كان العتاب ايضا، طبعا الحاجات دي اختنا انت اللي يعني اجتهادك الشخصي، صح كده؟ أيوه طبعا، ولا حد املى عليكي ما تقولين؟ لا طبعا ده اجتهادي الشخصي نعم. على الحمد فكره لله. بالمناسبه دي يا اخوه، انا ولله الحمد والمنه، طبعا زي ما قلت لكم موضوع الاثباتات ده شيء عندي مفروغ، شيء عندي مقدم عن الحلقه نفسها، اللي هو مساله الاثبات واظهار الاثبات وما الى ذلك. ده انا اراه ان هو مقدم عن فكره الحلقه. يعني انا لو مثلا يعني لو هيسلم معايا باللي انا هقوله 100، تخيل 100,000 شخص، مليون شخص لو هيسلم معايا باللي انا بقوله، بس انا بألف او بكذب، لا انا مش عايز ال 100,000، انا عايز الاثبات والدليل على ما نقول. سواء الاخت نهى او سواء اي اخ او اخت بستضيفهم معايا مسلمين جدد، انا ما بمليش عليه يقول ايه وما يقولش ايه. يعني اختنا مش انت اللي مجهزه البحث ده، ولا انا اللي قلت لك قولي كذا؟ ايوه يا فندم، لا لا انا اللي مجهزاه ده، انا كمان نشرها على الفيسبوك من كام يوم، كمان على صفحتي على الاكونت بتاعي. يعني الكلام اللي هي بتقوله محدش ممليها تقول ايه، لا ده بحثها الشخصي. ولذلك ده الفرق بين المسلم الجديد والمسيح اللي تنصر. ما تسألنيش ازاي، هو بقى جرجس وتنصر، يعني بيطلع بدورين، طالع بدورين يعني، خدت بالك؟ ده الفرق بيننا وبينهم. لذلك لما تلاقي اللي بيقول لك انا مسلم جديد، ما عندوش غير السب في الاسلام، هو ما يعرفش هو تنصر ليه ولا اصبح مسيح، هو ما يعرفش ليه تنصر، انما ما عندوش غير السب في الاسلام، الاسلام الاسلام. انما الاخت الان بتقول لك هي اسلمت ليه؟ فهمت الفكره؟ بحثها الشخصي. تمام، اتفضلي اختنا. بعد العتب عتاب النبي، لو كان هذا القران من كلامه فلماذا يعاتب نفسه في كتاب؟ نعم اتفضلي. كمان إذا كان القرآن من تأليف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
ازاي الكذبه دي تستمر 1400 سنه لغايه دلوقتي واكتر لغايه الوقت ده، ويصبح دين محمد ودين الاسلام هو ثاني اكبر ديانه في العالم. الأولى اظن الكذب هيبقى عمر قصير، يعني مش هيستمر العمر ده كله. نعم، بالمناسبة هي مش الديانة الثانية، خدي المعلومة دي. هي لو جيتي على مسألة ديانة، أنا عارف إن ده بحث الأخت الشخصي، هي بحثها الشخصي، واللي بيقولوا إيه الإحصائيات العالمية بتقول نعم إن هو الدين الإيه الثاني في العالم. لا، هذا الإحصائيات دي للأسف الشديد قاصد غلط. انا اسالك سؤال يؤكد كلامي، يعني انا ايه دليل كلامي؟ هسالك سؤال، انت كمسيحيه وعايشه في هذا المجتمع، معلش، هو الارثوذكس بيامنوا بنفس ايمان الكاثوليك، بيامنوا بنفس ايمان البروتستانت، بيامنوا بنفس ايمان شهود يهوه؟ لا لا، كل فئة وكل طائفة ليها معتقد يختلف عن المعتقد الآخر. احسنت، يبقى كل طائفة من هؤلاء، أو كل بيقولوا إيه طائفة، نعم، هي عبارة عن دين خاص بيها. الأرثوذكس، حتى لذلك حتى الأرثوذكس والكاثوليك بيكفروا البروتستانت، بيكفروا شهود يهوه. طب أنا أقول لكم أيوه على الجديدة، مش هقول أنا على الجديدة، الأخت أقسم بالله أنا لا اتفقت معاها ولا يحزنون. أسألك على حاجة، سؤال صغير، إيه البروتستانت بيؤمنوا بكم صفر في الكتاب؟ مش 66 صفر؟ 60 صفر. طيب الكاثوليك والارثوذكس مش بيقولوا 73 صفر؟ هو كل فئة فيهم او كل طائفة فيهم لها عدد معين من الاصفار. يعني لا، كتاب مختلف وعقيده مختلفه، ازاي يتقاسوا كلهم على انهم دين واحد؟ ما ينفعش. يبقى ايه الاحصائيه بقى لما جت جمعت، قامت جامعه كله في بعضه، جامعه كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت وشهود يهوه وموارنه وما اعرف ايه، وقامت حطاهم في طائفه كريستيان. لا، مش صحيح. بينما لما جم يجمعوا المسلمين، ممكن اقول لك جمعوا مع المسلمين الشيعة مثلا، معلش الشيعة كلهم على بعض كام في المية من المسلمين؟ كام في المية؟ 2%، 3%، فكرة لا تقاس. لكن الكاثوليك ممكن يبقوا 40% ولا 50% من النصارى، لكنهم على ايمان مختلف من البروتستانت. فاللي انا عايز اقوله ان الاسلام او منهج اهل السنه والجماعه بالاخص هو الاول في العالم، ده بحسب لو جينا نفصص كل طائفه من هؤلاء لوحدها كدين مختلف عن الاخر. اتفضلي يا اختي. تمام. نرجع تاني لكلامنا، القرآن من تأليف محمد ولا لا؟ أنا هقول كيف يكون القرآن من تأليف سيدنا محمد، والقرآن بيتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. كده بيتحدى الإنس والجن إن هو يجيب آية زي القرآن الكريم، ده تحدي. والآية الثانية اللي بتقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كده القرآن بيتحدى الإنس والجن إن هو ينزل سورة أو آية واحدة زي آيات القرآن. طبعا التحدي لسه مازال قائم لغاية دلوقتي، محدش عارف يقلد آية واحدة من آيات القرآن. حتى لما بيحصلوا بيقيدوا زي رشيد الخايب ده، لما بيقول آية من بيألف آية بيجيبها على نفس سياق القرآن، على نفس نمط القرآن. حبيبي أنت مقتبس من القرآن، أنت بتمثل القرآن، ما أنتش بتجيب حاجة من عندك بس. نعم، يعني انت عايزه، يعني مثلا لما يجي يتكلم ايه لما مش عارف، كان في من ضمن الصور، ما اعرفش، عمل زي اللي جه قديما وكتب: الفيل ما الفيل له خرطوم طويل وذيل مش عارف مين. ما هو انت كده ما جبتش قرآن، ده انت كده عملت نفس التراكيب، خدتها وحطيتها. يعني بتقلده انت كده، احسنت، بتقول ان القرآن صعب ان حد يعمل زيه. أحسنتي، برافو عليك. ده التقليد التركيبي. حتى تلاحظ مثلا في القرآن يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. دي كده لوحدها تركيبة، ما تجيش تعمل لك، يعني تدعي إن أنت بتألف قرآن وتجيب نفس التركيبة وتقول أنا أهو جبت سورة مثله. لا، أنت بتقلده، أنت عارف ده هو مش بيعمل، مثله. هو بيبدل الكلام بكلام، لكن نفس أحسنت، الوزن نفس الكلام. سبحان الله، هو بيبدل، بيعمل ابدال. أحسنت.
طيب دي النقطة الأولى. طب إيه رأيك في النقطة الثانية؟ إن قلنا أو إن قال أحد، طب ما رشيد مثلا جاب مثله. خد الجاية دي، أنت فاكرة تحدي القرآن فقط في إنه يجيب مجموعة كلمات وخلاص؟ طب ما لا ممكن أي حد يجيب أي أغنية من الأغاني الموجودة الآن ويقول أهو كلام عربي أهو. واحد، ماذا أثر هذا الكلام في البشر؟ في البشر، يعني زي ما أنت اتفقتي وقلتي إن أمة الإسلام أصبحت الثاني على العالم، وأنا قلت ده رأيك أنت حرة، وأنا قلت لا ده هو الأول على العالم. فين الكلام اللي جابه بتاع الأغاني ولا تأليف رشيد اللي يخلي أتباعه الأول على العالم انتشار أو الثاني على العالم انتشار؟ ولا مش موجود، يبقى إذا مش مثله. خد الأقوى من دي، القرآن ثبت في صدور الأطفال قبل الكبار بتواتر الأزمنة عبر العصور. يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان طفل ولا صبي عنده 6 سنين ولا 7 سنين كان حافظ القرآن كله من الفاتحة للناس. وكذلك زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع أتباع التابعين، ومن عصور سنة 100 200 300 400 500 لحد زمننا هذا. معلش حد لو جه ألف قرآن بالكلام اللي هو بيقوله، فين الأطفال اللي يحفظوا هطل رشيد عشان يطلعوا يتحدوا بالقرآن؟ فين؟ مفيش، كانوا حفظوا الإنجيل بتاعهم، مفيش حد حافظ الإنجيل ولا حافظ أي حاجة. كنا أحسنت ما شاء الله. أنا شفت أحسنت فيديو صغير، شفت فيديو صغير على اليوتيوب، والد بيقول القرآن بطريقة غلط قدام طفله. تخيل يا أستاذ محمد، الطفل هو اللي بيصحح لباباه، هو بيصطنع إن هو بيغلط. نعم فالصغير يقول له لا يا بابا كذا، يعني بيصحح له. سبحان الله، طفل صغير ومتيقن وعارف التشكيل وعارف ازاي القرآن بيقرأ، دي في حد ذاتها معجزة. انا نفسي كبيرة لما بشوف طفل صغير مسلم، عشان انا لسه حديثة في الإسلام، بشوف طفل صغير مسلم بيقرأ القرآن، الله انا بحسده على النعمة اللي هو فيها ده فعلا. مش عارف، كنت عايز اقول لك اللهم صل على النبي وآله. انا شفت الفيديو اللي انت بتقوليه، انا شفت الفيديو اللي هو الاب بيتصنع ان هو مش حافظ وبيقرأ غلط علشان الولد يصلحه. ايوه انا اسالك ابهرت، ايه ده الجمال ده، طفل صغير ومش هين عليه يعدي الكلمه كده، يعني كان ممكن يعدي وخلاص، ده بابا اللي بيقول انا اسمع كلام بابا. لا، هو الولد متعلم الصح وبيصحح الغلط، فدي في حد ذاتها معجزه. وخد الجاية، ايه رأيك ده اثبات صدق القرآن؟ وفي آية بكده، بآية باللفظ، عارفة ايه الآية؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اثبات ان الله يسر هذا القرآن. لا وخدي كمان التانية، اكيد انت سمعت عن ناس في اوروبا وامريكا وغيرهم وغيرهم ما بيتكلموش عربي اصلا ومع ذلك حافظين القرآن، صح ولا ايوه غلط؟ ايوه فعلا خدي بينطقوه الجاية، كده او صح. نعم خدي الجاية، انت كنت بتقولي من شوية كان اطفالهم يحفظوا كتابهم المقدس، وسلموا لي على بريسكيلا، وسلموا لي ومحدش بيسلم في الاخر، يعني هم سلموا لي ومحدش بيسلم حد على حد. الشاهد انت بتقولي الاطفال، طب ما ناخد الكبار اختنا، هو في حد اصلا من اكابر علمائهم حافظ كتابه؟ ولا كبار، ده انا اصطدمت في حاجات كتير لما جيت الاسلام، بقيت بقرا الانجيل اكتر من ما كنت مسيحيا زمان. صحيح صحيح، انا اصدقك والله اصدقك. وانا كان دلوقتي بقرا بعين تانية، بعين تانية اي صحيح، زمان ما بقراوش، يعني هو محطوط كده زي الديكور. نعم صحيح، وحتى كان في الفصاحة بيا ان انا اجي برضه مفيش مشكلة، الحمد لله. كان في احد الاخوة اللي اسلموا جدد، هو قسيس اكيد انت عارفاه، اسمه بشوي ملك داود، كان قال اقرا الكتاب المقدس يوصلك هيوصلك للاسلام. صحيح فعلا، اتفضلي اخويا. الحمد لله. الحمد لله. تاني نرجع ليه استحالة تأليف القرآن من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان القرآن من تأليف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إزاي يكون مطمئن إن مفيش حد هيقبل التحدي؟ وده بيتضح في الآية الكريمة
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شايف شايف صيغة التحدي؟ أصل الكلام ده جاي من عند ربنا، ربنا واثق وعارف إن مفيش ناس هتقدر تعمل زي القرآن. لو كان سيدنا محمد هو اللي كتب القرآن كان هيخاف يتحدى، ما هو ممكن حد يتحدى محمد ويدخل يألف القرآن ويقول عشان أكذب محمد، صح ولا لأ؟ صحيح. لكن هو بيكتب ما أملي عليه من ربنا، فكذب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وطبعا إذا كان القرآن الكريم من تأليف سيدنا محمد، إزاي يكون في إعجازات علمية لسه العلم الحديث مكتشفها ولسه بيكتشفها لغاية وقتنا ذلك؟ زي مثلا معجزة انشقاق القمر وخلق مراحل خلق الجنين في رحم الأم، وغيرها من معجزات كتير اللي العلم الحديث اكتشفها في الوقت ده. تقدر تقولي ازاي النبي محمد كتب عنها من 1400 سنة وهو ما كانش طبيب، هو كان أمي، ما كانش يعرف النظريات العلمية دي هيألفها ازاي؟ فده صعب، صعب جدا ان نقول ان سيدنا محمد هو اللي ألف القرآن، صعب، ما ينفعش، ما ينفعش بكل المقاييس، ما ينفعش. نعم، أقول لك على حاجة في النقطة دي أختنا. دلوقتي من هو أفضل أو أعلم أهل الأرض بعلم الأجنة؟ علم الجنين في بطن أمه يعني. أليس الدكتور أو الفيلسوف أو المعذرة، الدكتور أو الطبيب المختص بمسائل الأجنة؟ أهل الشق، مش كده ولا إيه؟ تمام. أعلم هذا الشأن هو أهل الشأن. دكتور موريس بوكاي لما جه، نعم دكتور موريس بوكاي ده راجل أعلم من دكاترة العرب كلهم بالأجنة. لما جه قرأ صحيح. عن لما جه قرأ عن مراحل تكوين الجنين في بطن أمه في القرآن، عمل إيه؟ أقر بهذا الحقيقة أو الشيء اللي هو شايفه عايشه. بيقول يا جماعة عايشه في المختبرات، ده شيء عايشه في المختبرات. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل حد يخش بطن الأم ويقدر يجيب بالتلسكوب والبتاع اللي اسمه اللي هو اللي اسمه إيه السونار وغيره، مستحيل، ما كانش موجود الكلام ده كله. فلذلك أقر بصدق هذا القرآن، سبحان الله العظيم. وزي ما قلنا أعلم أهل الشأن هم المختصين فيه. اتفضلي أختي. المشكلة إن الناس دي والمستشرقين بيشهدوا بصحة القرآن، بيشهدوا بصحة الإسلام، بس مش بيعلنوا إسلامهم، ودي الحاجة اللي محيراني، هم ليه بعد ما اكتشفوا الاكتشافات دي كلها مش بيعلنوا إسلامهم؟ جميل ليه؟ سؤالك ده، خليني أرد لك عليه. اتفضل. طب خدي الجاية برضو، ايه رأيك ان سؤالك ده يا اختنا في دليل صحة الاسلام برضو؟ وعلى العلم انا عملت حلقة في كده، ان في شبهات كتيرة على الاسلام او افتراءات كتيرة بتطرح على الاسلام، تطرح على الاسلام واذ بها ادلة صدق الاسلام. تمام، على سبيل المثال ولنفرض السؤال ده سؤال، ليه الناس دي اكتشفوا الاكتشافات دي ومع ذلك لا يؤمنون ولا يسلمون؟ أقول لك بمنتهى البساطة، ألم يقل الرب في كتابه وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، وقال في كتابه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني إيه؟ القرآن يعطيك أن أو يقول لك أن هذا الدين وهذه الدنيا لك فيها حرية الاختيار، اخترت الدين أو اخترت الحق لك الجنة، اخترت النار لك العذاب أو عادي، حرية الاختيار. وحاجة تانية، احنا عندنا في الإسلام أيضا مش معتقدين إن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، مش احنا بنعتقد إنه كان بيعرف، يعني كان يعرف صدق الإسلام ومع ذلك اختار الكفر؟ ده اللي نزلت فيه الآية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، صحيح. مع انه اقر بصدق الاسلام واقر بحق الاسلام واقر بالدين ومع ذلك لم يختر الدين ولم يدخله. سبحان حرية الله، اختيار، نعم هم أحرار وهم اختاروا مصيرهم، يعني هم نعم أحرار. وخدي كمان برضو دي يا اختي، انت تعرفي ان مش بس في الكتاب المقدس،
ان اليهود، اكيد انت عارفه ان بعض اليهود اقر ليسوع بالنبوه او اقر ليسوع ان هو على الحق، اليس كذلك؟ ايوه فعلا. ومع ذلك ايه؟ اختاروا الكفران به. واحنا برضو كمسلمين بنعتقد ان كثير من اليهود في زمن المسيح عيسى، في زمن النبي عيسى، عشان مش ما تقولوش يسوع، في زمن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كثير من اليهود أقروا بنبوته ومع ذلك كفروا به. حرية اختيار. فعلا تفضلي. فعلا اليهود معظمهم كانوا بيقروا ان المسيح هو نبي من عند الله، صحيح. ورغم كده برضو رافضين الاسلام، يعني رافضين الاسلام. سبحان الله، ربنا يهديهم. انت اكيد عارفه موضوع ان بعض اليهود الان بيقر بنبوه محمد عليه الصلاه والسلام الان. شفت الخبر ده في السوشيال ميديا؟ والواد المتحدث باسمهم اللي اسمه مش عارف ايدي كوهين، ايدي كوهين بيعترف بنبوه محمد عليه الصلاه والسلام عادي. سبحان بس الله. هنا عنده ما لا، زال عندهم بقى ايه؟ لف ودوران في حته، يقول لك احنا بنعترف ان النبي محمد نبي من الله، لكن للعرب بس. ايه يا ده؟ انت بتلف وتدور في ايه؟ انت بتضحك على مين؟ الله المستعان. اتفضلي يا اختي. في تركيا اكتشف مصحف بيرجع تاريخه ل 1200 سنة قديمة، والعلماء ما لقيوش في حرف زايد أو حرف ناقص عن المصاحف اللي موجودة في إيدينا لغاية دلوقتي. يعني هي نفس النسخة قديما، هي حديثا، لا تغيرت ولا زادت حرف ولا نقصت حرف. حرف يعني حرف، مش آية ولا كلمات ولا استبدال كلمة مش عارفة ايه لتدعيم معنى لاهوتي ولا طبيخ ولا الكلام ده. ده الحرف اصلا ما اتغيرش. نسخة من 1200 سنة لغاية دلوقتي زي ما هي. ده مش معناه ان ده كتاب منزل من عند الله، وان النبي محمد ملوش اي يد في كتابة هذا الكتاب. ازاي هو كان على ثقة وهو بيكتب الكتاب؟ ازاي كان على ثقة وعلى يقين ان الكتاب ده مش هيتغير حرف منه؟ طبعا الكلام ده بيتضح في قول الله سبحانه وتعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ده وعد ربنا ان هو حفظ كتابه، هو نازل كتاب انزل على سيدنا محمد بحفظ من عند الله، بحفظ من عند هو ربنا وعدنا ان الكتاب ده هيتحفظ، مش زي الكتب اللي قبلها اللي طالها التحريف. نعم. طبعا الأدلة دي كلها بتأكد إن القرآن ده هو كلام من عند ربنا، وإن سيدنا محمد من عند الله سبحانه وتعالى، وإنه خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. بالمناسبة دي يا أختنا، طبعا أكيد أنت عارفة، هل قرأت في مسألة اختلاف التراجم واختلاف المخطوطات؟ قرأت شوية بس ما تعمقتش قوي. نعم. ناخد قبل النقطة دي مسألة القرآن، حفظ القرآن. أنت قلتي إن اكتشفوا في تركيا مصحف قديم وما إلى ذلك. الأصل في القرآن يا أختنا مش المخطوطات، الأصل في حفظ الصدور. ربنا ايوه بيقول في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح قدسي، يقول الله فيه: وأنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. فهيقرأه ازاي لو كان لا يغسله الماء؟ أي كتاب مكتوب بيغسله المية. لكن ده طبعا. لأنه في الصدر، مهما حصل ما بيتنسيش، مهما حصل ما بيتغسلش أو ما بيفقدش، مش زي أصول الكتاب المقدس. أنا عايزك صحيح. تعملي، خلي ده بحث ليكي، ولو قدرت تعملي فيه حلقة، اللي هو إن شاء الله. اختلاف المخطوطات أو مخطوطات الكتاب لأن الأصل في الكتاب المقدس غير القرآن. القرآن يا جماعة الخير حفظ صدر، الكتاب المقدس حفظ سطر، حفظ مكتوب. فلو مكتوب. فقد المكتوب فقد الكتاب، فوقد الكتاب، فوقد الكتاب فعلا فعلا. ولو فقد الكتاب ضاع الوحي، ضاع الوحي. تمام. فلو قدرت تعملي كده اختلاف المخطوطات، وضيف عليها بقى اختلاف التراجم، هتلاقي كوارث. اختلاف التراجم الموجودة الآن، ترجمة الفان دايك، وترجمة اليسوعية، والترجمة المشتركة، والترجمة البسيطة، والترجمة الحياة، هتلاقي في مشاكل.
في مشاكل، ده في ايات كلها متشاله، ده في ايات متشال منها كلمه باظت المعنى خالص. لا انا لما بدور على ايه بشوف، شفتها في الترجمه دي، اجي اشوفها في الترجمه التانيه ما لقاش خالص، او الاقيها معنى تاني مختلف، نفس الشاهد ونفس الاصحاح، مش طارت عارفه يعني. طارت. طب انا هديكي اصل، هديكي اصل يمكن تكون انت قرات فيه. الذين يشهدون في السماء، هم ثلاثة، مين ومين ومين؟ الروح ها؟ هم اختلفوا فيها، الاب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثه هم واحد. واحد. ايه رايك، ايه رايك تراجع النص ده في التراجم الثانيه؟ مش هتلاقيه، مش عشان هتلاقيه. ايوه فعلا فعلا. في البندايك بس، الاب والابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد، ده في البندايك بس. طب روح التراجم الثانيه مش هتلاقيه. شالوها راح شالوها فين؟ ده اصل دين، ده هم اصل روح. دين، ده التالوت، ده التالوت. حياك الله معوض يا فندم. طيب اتفضلي. في حاجة بس مش عارفة المفروض أقولها أو مش أقولها، يعني هو في زي رؤية أو حاجة أنا شفتها دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي يعني دي حاجة شخصية ملهاش علاقة بموضوع حلقتنا النهاردة. أنا أحسنت. شفت محمد صلى الله عليه وسلم، شفته في المنام مرتين تقريبا السنة اللي فاتت، شفته كان في رمضان. مش عارفة أحكي لك إزاي بس أكيد هحكيه. طبعا أنا شفت النبي محمد، انا ما اعرفش ان دي شخصية النبي محمد. انا كل اللي شفته هو انسان طويل ووسيم ووشه ابيض وليه دقن كثيفة ما هياش طويلة ووشه ابيض نور غير عادي يعني. ف ما اتكلمش، هو كان قاعد عند زي نهر كده يا استاذ محمد، وكان بيسقي الناس منه من ايده. انا طبعا الموضوع ده جديد عليا، انا ما سمعتوش قبل كده، ما شفتوش قبل كده، او ما حصلش ان انا عملت بحث في الموضوع ده. فكان بيسقي الناس من ايده، فانا جيت فشربني من ايده ودخلني في زي قصر كده، قصر جميل، وفتح لي الباب ودخلني القصر ده. طبعا انا سألت على الموضوع ده، انا عايزه اعرف مين الشخصيه الجميله دي وايه المكان الحلو ده وايه الناس اللي كلهم صغيرين في السن ما هماش كبار، شكلهم حلو والستات شكلها حلو، لابسين ابيض والرجاله لابسين حرير. فاتصلت بالشيخ محمد اللي هو ايه، اللي هو اشهر اسلامي في الازهر يعني، ربنا يبارك في عمره يا رب. فوصفت له الوصف ده بالظبط، فقال لي ده النبي محمد يا نهى. فانا طبعا اتبسطت قوي، معقول انا هشوف النبي محمد؟ على فكره انا شفت كمان النبي عيسى في الجنه، وكان كان هو قال لي ان دي الجنه وده الشخصيه دي هي النبي محمد على نفس المواصفات اللي انا وصفتها له. ففرحت قوي ان انا طبعا شفت النبي محمد ولو حتى في منام، قبل ما اشوفه حقيقه يا رب في الجنه وكلنا اجمعين يا رب آمين يا يا رب، رب. آمين يا رب العالمين. أنت الحمد قلت لله. حاجة جميلة جدا، وده أسأل الله أن يبارك فيك يا رب العالمين وأن يزيدك ذكاء. الحمد خدت لله. بالكم قالت إيه قبل ما تقول الكلام ده؟ قالت دي تجربة شخصية مش دليل صحة كلام. خدت بالكم من صحيح. الأولى اللي قالتها؟ ليه؟ ليه؟ احنا عندنا في الاسلام المعتقدات ولا الدين يبنى على الاحلام. الاحلام مين؟ يعني هي ما تقولش الكلام ده مثلا، مش معنى كلامها كده امنوا يا مسيحيين ده انا شفت حلم. لا، مع ان احنا المسلمين ما عندناش الكلام ده، مش زي ما بيعمل عيال زكريا بطرس ويجيبوا افلام هندي خيال علمي وواحده ما تعرفش تكون شاربه ازوزه ولا شاربه وتنام قالوا تقول لك شفت مش عارف نور، ويسوع قال لي ده انا الله كده كده بقى بالزوفه بقى وانا اعيط لا دي ما تجربة عندناش شخصية. كده. لا دي تجربة شخصية بس حبيت أقولها يعني بمناسبة الشهر الكريم، ربنا نعم، ما يسهل. عندناش احنا كده. فهي طرحت شيء راته هي بنفسها، فبتتكلم عن تجربتها هي، مش ان الزام للاخرين. فهمتوا الفكره؟ لا ايوه خالص، الله يرضى. نعم هما الله يبارك فيك. لازم يتفعل الأول قبل الروحانيات. أنا وصلت لمسألة الروحانيات دي بعد ما أسلمت، بعد ما شغلت عقلي واتأكدت إن اللي أنا فيه صح، الإسلام هو صح، شغلت عقلي، المفروض العقل يشتغل الأول، والروحانيات دي تيجي بقى من فيض بعد ما العقل يكتمل تفكيره،
وتمام وعقدت النية ان فعلا الاسلام ده هو الصح وخلاص اسلمت، الروحانيات دي بتيجي مرحلة تالية لمرحلة العقلانيات. نعم الله يبارك فيك، كملي أختنا تفضلي. طيب انا كده تمام، يعني انا كده جبت ادله بحسب اجتهاداتي الشخصيه ان القران مستحيل ان هو يكون من تاليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والادله اللي انا ذكرتها بتؤيد ان القران وحي من عند الله. نعم طيب الإخوة الأكارم، حد عنده سؤال في حلقة النهاردة؟ لحظة عايز أشوف، أصل أحمد سليمان ومعوض توفيق علقوا على البث فبشوفهم موجودين ولا لأ. تمام. طيب إيه رأيك نفتح مداخلات؟ ما فيش مشكلة، اتفضل. الله يبارك فيك يا رب. طيب رابط المداخلات أهو، أسئلة في موضوع النهاردة يا شباب، اللي عنده سؤال في موضوع النهاردة. آمين وإياكم يا رب. طيب. القراءة، الدراسة، مش عارف أنت ايوه بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ بس يا أسامة داود، إيه اللي أنت بتقول ده يا أسامة؟ اطرح سؤال، اطرح سؤال، سؤال، عندك سؤال؟ سؤال. هو كاتب الرموز، ايه اللغة دي اصلا؟ هو لا هو بيقلد كلام، يعني ايه اللي ما بيعرفوش يكتبه، الملاحدة اللي ما بيعرفوش يكتبه يعني. فالله المستعان. طيب اختنا تقولي ايه للاخوة في مسألة، سواء المسلمين او غير المسلمين، في مسألة البحث والقراءة، هل هو شيء لازم ولا هو يتبع كده كلام الناس وخلاص؟ لا لا، البحث ده لازم جدا جدا جدا. البحث من غير البحث اساسا الانسان هيبقى ايه، يعني حاجه كده، امين امين، هنبقى كده زي الجماعه التانيين. امين، انا لو استسلمت لعدم البحث ما كنتش اتحركت من مكاني. انا نتيجه اللي انا بحثت وصلت لحقيقه. المسيحيين حقهم ان هم يدوروا في كتابهم الاول وينفذوا الكلام اللي مكتوب في الانجيل، كلام المسيح. كلام المسيح هيخليك تبقى تعبد الله الواحد. تصور بقى المسيح في آيات في الإنجيل بتخلينا موحدين موحدين. فلا طبعا البحث، أنا أوصي للأخوة والأخوات المسيحيين إن هم يبحثوا ويدوروا على الحقيقة في كتابهم. مش هقول لك دور ولا ابحث في القرآن، دور وابحث في كتابك، ادرس كتابك بس ادرس الصح، خليك في وضعية محايدة. يعني ما تقولش انا لا انا مسيحي مش هفكر، علشان انا لا، انا لو ناقشت حد مثلا منهم بيقولوا لا انا علشان اتناقش ابقى انا بشك في مسيحي، انا مش هتناقش لان الشك في مسيحي غلط. انا ما بقولكش شك في مسيحك، مين قالك اصلا ان انا شك في مسيحك؟ انا مش شك في مسيحك، بالعكس انا عايزاك تحبه اكتر من وضعه في الانجيل عندك. يعني سبحان الله، هم التفكير عندهم حرام، يعني مش حرام، ازاي افكر وازاي اشك في مسيحي وازاي ادور ورا مسيحي؟ فهم كلمه امين. فطبعا لا، اي انسان لازم يفكر علشان يعرف هو فين ورايح فين وجاي منين. بالنسبه للمسلم كمان لازم يتفقه في امور دينه اكتر من كده، لان انا حاسه برضو ان بعض المسلمين يعني بعيدين شويه عن الدين، او بيفسروا بطريقه المفروض يعني يتثقفوا أمور الدين أكتر من كده. فالتفكير نعم ده لازم لازم. نعم أسأل الله أن يبارك فيك يا رب العالمين. مسألة بتقولي نبقى زي المسيحيين أو مش يعني مش عايزين نبقى، ما بنقرأش وعلى فهمك لا تعتمد، أي لسه كنت عايز أقولها، أو وعلى أيوه فهمك لا تعتمد، سواء مسلم أو غير مسلم، لابد من قراءتك ودراستك، ما تاخدش كلام الآخرين إنه مسلمات طول ما بيتكلمش بدليل، لابد من السؤال على الدليل. ما الدليل على ما تقول؟ يعني انا ظني ان ما فيش حد من عيال زكريا بطرس خالص خالص يقدر يقول لزكريا ايه دليلك، لا ايه لا، دليلك الواضح. ما بيفكروا. وبطرس وغيره، اي حد، الكاهن ده، الكاهن اللي هو لابس الجلابيه السوداء ده منزل من عند ربنا، اللي يقول
على رقبتي، يعني لو قال لي طلق مراتك هطلق مراته عادي، ما فيش مشكله، هم بيبيحوا الطلاق عادي يعني الحالات اللي تعجبهم يعني، حل اسمه حل يعني، فبيسلم، هم مسلمين عقلهم للكهنه يعني، هم جعلينهم ارباب في الارض. احنا عندنا في الاسلام ما فيش كهنوت، ما فيش حاجه اسمها يعني، انا مثلا لو عايزه استفتي شيخ معين في موضوع ما ما عجبنيش تفسيره، خلاص انا هدور بنفسي عادي، ما فيش مشكله، هدور بنفسي مع شيخ اثنين وثلاثه وكتب وتفسير لغايه ما انا اقتنع. انما لا، في المسيحيه ما فيش كده، اللي يقوله القسيس يبقى خلاص على رقبتي لازم انفذه. ده طبعا غلط، ده يعني كده لغي عقلك ولغي شخصيتك، ربنا يصلح حالهم. آمين يا رب العالمين. هل المسيح في الأناجيل مكرم أم في القرآن مكرم؟ الموضوع ده اتكلمنا عليه كتير. طبعا المسيح في الانجيل مهان للاسف، مهان، عاملينه اله بس اله دوده، واله مش عارفه ملعون، وعلق على الصليب، واتدفى في وشه، واتضرب على قفاه، اله وفي كل المواصفات دي، يا صلاه النبي، امال ازاي اله ويكون ملعون ويشبهوه بتشبيهات زي كده؟ اما احنا بقى عندنا في القران عيسى النبي وجيها، وجيها، نشوف التشبيه، هو نبي بس وجيها، ربنا خلاه وجيه في الدنيا وجيها، والاخره. نعم، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، أي من المقربين لله، ذو وجاهة ومكانة عالية عند الله. طيب في لكن مش مال ابنه، اكتر ها؟ من كده؟ قولوا لهم بس مش ابنه، لا مش ابنه. مش نعم. ابنه، مش ابنه، هو رسول، هو رسول، ربنا ارسله. هل معقول ربنا يرسل ابنه علشان ايه؟ ده مش كده يبقى ربنا ظالم مش عادل؟ حشاه طبعا ان هو منزل ابنه عشان يعذب ابنه علشان غلطه عملها ادم. ليه؟ ما انا قلت قبل كده، قلت في تسجيل قبل كده، قلت طب ما كان مثلا ادم هو اللي غلط، كان عاقب ادم، كان عاقبه مثلا، او خلاص يسامحه، ما هو بالفعل هو سامحه يعني. هم ليه مش مقتنعين ان ربنا ممكن يسامح ادم؟ ليه مش مقتنعين ان ربنا ما يسامحش ادم يعني؟ لا، نعم. هم مقتنعين ان ادم عمل غلطه، كان من التفاحه بتاعت شجره معرفه الخير والشر، وبناء عليه ربنا غضب عليه، ربنا غضب عليه ونزله الارض. بعد ما نزله الارض بحوالي 600 سنه، بعت ابنه علشان يتعذب مكان ادم، مكان الغلطه اللي عملها ادم. كلام ما يدخلش العقل، ما يدخلش العقل. ظلم أيضا تعذيب بريء نيابة عنه. يعني ده واحد هي بقى لا يرثوها الابناء. نعم. طب ازاي خطيه ادم شالها واحد بريء؟ فين العدل الالهي؟ ذنبه ايه يسوع علشان يصلب ويموت زي ما هما بيقولوا كده؟ اله مش عادل. انت عارفة هو في يعني ايه مسألة شيل الخطية عن الآخر، دي هي حرام، هي ظلم، صح، وغير عقل بالمرة، صح. لكن الأصعب من ده، خلي كده يعني، حاولوا يا جماعة يعني فكروا، حتى ما تفكروش بتفكير مسلمين، فكروا بتفكير كائنات المريخ. لو كان على المريخ كائنات، هنفترض آدم أخطأ، فإيه ذنب بنقول بريء أهو عشان يتحمل خطية آدم؟ لا، ده إيه ذنب الإله عشان يتحمل خطية آدم وينزل يموت هو؟ الإله مش هو بريء؟ الاله، الاله معلش، هو يسوع، هو الله ولا ابن الله؟ معلش الموضوع ده شاغلني من زمان يعني، انا رفضت الاثنين، هو الله ولا هو ابن الله؟ ما هو 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 ما هو 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 قولوا إيه؟ هو وابنه واحد، فإحنا ما نتدخلش إحنا. ما هو وابنه، بص، هو وابنه مع بعض كده، فما نتدخلش احنا. هيبقى هو، ما هو 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 بس هو الحمد لله ابن اللي هو. نعمة العقل. نعم. واحمد سليمان جالكو خبوا عيالكو. انت طلعتني كده على طول، طب سيبني اخد نفسي. طيب احنا بنقول ايه بتوع اللقطة على طول. لقطة ايه يا عم؟ ده انا لسه بدخل بشوف ايه الدنيا، لقيت نفسي فوق. كل عام وانتم بخير.
حيا الله الجميع الطيب، ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد ازيك يا اخت لله. نوح عامله ايه؟ طبعا انا يعني انا حابب اشكر ازيك يا صاحبي؟ مجهود سلام. محمد، ما شاء الله قمة في النشاط يعني والحيوية، وان كان هذا الرجل جلاد بزيادة عن اللزوم، وانا هو عارف ان انا معترض على هذا بس مش مشكلة يعني. انا من بس انت هتطلع تقعد بيقولوا هتطلع تحكي لي بقى انا وانت وانا بقى تعالى الفصل امال انا ايه، عاجبك ان انت غلط، انت كيوت زياده عن اللزوم. مش مشكلة. لكن خلينا في موضوعنا، قول اللي يفيد الناس. الله يبارك فيك. وده يفيد النظر. ازيك اخت نوع، عامل ايه، اخبارك؟ سامعاني اخت نوع ولا؟ الحمد لله يا اخ احمد، ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يبارك فيك. اخت نوع دي من سامعك الناس سامعك يا اخ احمد. من الناس المكافحة بصراحة، ومن الناس اللي انا بصراحة يعني انا شفت كتير دخلوا الاسلام ما شاء الله، ولكن يمكن الأخت من أكثر الناس ابتلاءً، ومن أكثرهم ثباتا حقيقة. يعني يمكن أنا متداخل شوية معها، ويعني أعرف ظروفها وحيز كثيرة. يعني الأخت ما شاء الله في كل صدمة لها جبل حقيقة، يعني بتستقبل الأمور كلها بثقة في الله وبيقين، وإن ربنا عز وجل هيحل هذه المشاكل. لذلك يا شباب أنا أدعوكم إن كنتوا تشجعوا الأخت نهى، شجعوها بالاشتراك طبعا في القناة بتاعتها وتابعوها، وخدوا بالكم إن الأخت نهى برضو على ثغر، يعني ربنا يحفظها، وكل اللي يتمناه رمضان القادم إن شاء الله يكون ربنا حققه لها. يعني الأخ محمد نصيف ده بنتعلم منه برضو، يعني من الناس التقيلة طب برضو ما انا يعني. عارف، ما انا عارف انك بتتعلم منه. لا أنا ما قلتش، أنا ما حبيبي قلتش يا أنا احمد بتعلم منه، أنا ما قلتش، ما تخلينيش اقول لهم بقى، انت يا عارف حبيبي، ان السي في بتاعك على عندي فكرة يعني. احمد سليمان يا اخوة كان من الاخوة الاوائل في البلطق على ايوه فكرة. ايوه بالمناسبة استنى، انت فين، انت هنا، ايوه هو ده. بص هو قال اللي انا كنت هقوله. لا مش اقول انا من الاوائل، اقول الكلمه اللي بتضايقك. لا لا لا، اللهم بارك فيه. انا حضرت البلطوق كده يا اخوه، يعني طلع قامات. انتوا عارفين الدكتور منقذ السقار البلطوق، نعم ابو عمر الباحث البلطوق، عثمان الخميس البلطوق، محمود الدمشقية داوود، البلطوق، محمود داوود، معاذ عليان، معاذ عليان، معوض. ومعوض توفيق. ما شاء الله البلطوق ده طلع احنا سيبنا البلتوك، وبعد كده دخلت انت، مسكت الخط بعدين على طول. شوف محمد ازاي. نصيف ده كنت ادخل غرفة الشيخ وسام الاقيه بيقعد 24 ساعة ماسك المايك، يعني انا كنت 24 ساعة ماسك المايك. طب ايه رايك، لا بالمناسبه دي، الاول قبل مساله المايك، ايه رايك ان انا كنت في ال 24 ساعه دي ايضا، الفتره اللي انا تحت، شايف الدفتر ده انت مخلص مجتهد، منه يجي بتاع قول 20 دفتر، انت كل مجتهد يا محمد. اللي على المايك كده اللي بيقول على المايك بيقول ايه، واقعد اكتب. انا عشان كده بقول للاخوه، بقول لهم موضوع الكتابه شيء مهم جدا. طبعا طبعا انت عارف والله ده التكست بتاع غرفه مسلم كريستيان دايلوج حافظه عندي لحد دلوقتي في ملفات وورد. ليه؟ ما هو طالما هتشتغل يا تشتغل على بينه يا ما تشتغلش. صحيح صحيح مش كده؟ مش صح صحيح كده ولا ايه؟ والله صح. الله طبعا انا يبارك. هختم بقى بجزئيه، شايفين الكتاب المقدس ده يا جماعه قديم قوي، بص عامل ازاي، كبير قوي ضخم وتقيل، يعني ده ممكن يوزن 7 8 كيلو. اسمع بقى يا محمد، الكتاب ده هديه من شخص مسيحي اسلم، والله صدق، كان بتاع يعني ايه والده، هو كبير في السن وده والده يعني حاجه كبيره. المهم هو ايه، ممضي وعليه اهداء من بابا شنوده في اول صفحه، بابا شنوده مضي بنفسه بايده يعني. فانا اصريت اني اخد الكتاب ده لسبب، انا ممكن اعمل عليه حلقه مره. انت عارف يا محمد ان الكتب القديمه ديت احيانا كانوا بيجيبوا النصوص وايه ويحطوا نجوم، يعني يجيبوا يخلي نص حاجة. كده النص. انا مش بتكلم غير انت دي، خليها بعد ما اخلص. طيب انت اصبر، قطع كلامي، ده انت شوف، هعمل معاك مصلحة، اعمل لك مصلحة، بعمل لك دعاية مجانية انتوا ما بتعملوهاش معايا. على ايه، على ايه، ايه الدعايه؟ ماشي خليك ربنا معايا. معاك طيب في قناة الراجل المسكين الطيوب ده. ماشي يا سيدي، جزاك الله خير. الكتاب ده يا حبيبي اخوه
الطبعات القديمه اللي عنده طبعات في الثمانينات 1980 وحاجات زي كده، ده 83 يعني، هو مكتوب اهو، مش عارف هيبان ولا لا، مش عارف هيبان ولا لا. المهم الكتاب ده كان زمان بيتعمل ايه، يكتبوا النص ولما النص يكون مبطور ناقص، فكان الناس عندهم امانه شويه، كان لسه بقى مقارنه الاديان ما ظهرتش قوي ومفيش بلتوك ومفيش الحاجات دي، فكانوا بيعترفوا ان في نقص في النص، فيعملوا ايه؟ يحطوا نجوم، يحطوا 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم، والكلام ده موجود هنا في الكتاب ده، ممكن ابقى مره اصوره اوريه لكم يعني. فلما بقى بدا المسلمين يطلعوا يسالوا ايه حكايه النجوم دي يا جماعه؟ النجوم دي بتدل على ان في كلام لله ضاع حسب كلامكم. فالطبعات الحديثه شالوا النجوم ومشوا على طول كده يعني ورا بعض، يعني لما تلاقي شويه عفره حطهم تحت السجاده وخلاص يعني، اقدر ما حصلش. فلذلك انا كنت نفسي احظى بكتاب فيه النجوم ده، انا كنت اشوفها في مراجع وكتب الاخوه، ولكن ما مسكتش الكتاب، انا بحب امسك الكتاب بنفسي. فبصراحه يعني جزا الله خير الاخ، واسال الله عز وجل ان يفك كربه للاخ اللي اسلم وهداني هذا الكتاب يعني. طولت عليكم، وأنا مستمتع جدا باللقاء بتاعكم، وإن شاء الله نلقاكم على خير يعني، جزاكم الله خير، ويعني واحد سعد برمضان لأنه بيراكم في رمضان كثيرا يعني في البثات المطولة هذه. أشكركم الله جدا، يبارك شكرا أخ فيك، محمد، شكرا أخت نهى، وبارك الله فيك. الله يبارك فيك ويرضى عليك يا حاج السلام أحمد، عليكم. يا محترم يا حاج أحمد يا محترم، على رأسنا، على ده بيقولوا ايه، ده كان واحد استاذنا، ده كان بيقولوا ايه بالنسبه لنا، شيخ كبير في البلطوك. محمد نصيف ده كان بيرفع ايده كده ياخد الدور على ما نديله الدور يعني، يقعد شويه. ما خلاص بقى، ما خلاص بس بقى بقى استاذ اهو بقى، الحاج بقى، ايامه راحت، ايامه راحت الله يعني. يبارك ماشي يا محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك يعني. امين السلام يا عليكم ورحمه حبيبي، الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالمناسبة اللي فتحها لي أخونا أحمد دي، أختنا، هل مر معاكي نص في الكتاب المقدس من هذه النصوص اللي فقدت وما إلى ذلك وكتب عنها العلماء عندكم أو علماء المسيحية؟ نصوص كتير محرفة يعني، أنا ركزت تمامي على التحريف في الإنجيل والتناقض، تناقض في الإنجيل يعني، التناقض كان واخد معظم اهتمامي، إنما النصوص المفقودة بتستلزم مني إن أنا أرجع لل اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ ايه المجلدات أو المخطوطات بتاعتهم القديمة دي. التراجم، المخطوطات، نعم. طبعا علشان اشوف ايه اللي ناقص او المفقود لازم ارجع للمخطوطات، انما انا كان نعم كل تركيزي على النقودات في الانجيل. نعم بص كده يا اختنا، انا جبت لك حالا، قلت لك على موضوع النص بتاع الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، ده النص اهو يا اختنا، الذين يشهدون في السماء ثلاثة يا اخوة، ايه ترجمة الفان دايك، بص كده اختنا، وهؤلاء هم الثلاثة، هم واحد، هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة واحد. شوف الترجمة اليسوعية، الذين يشهدون ثلاثة بس، انتهى انتهى، ما فيش ولا اب ولا ابن ولا الكلام ده كله، الاخبار السارة، الذين يشهدون هم ثلاثة، مين؟ نقطة، مش موجود. الانجيل الشريف، المبسطة، البوليسية، حط مكانها نقط، هي دي اللي من دي اللي زي احمد ما قال كده، سلام. مش كان احمد انت بيتكلم على ترجمة بالشكل ده، هي زي كده الترجمة حاطة نقط بين قوسين، نقط، ايه بقى النقط دي؟ ربنا ييسر نبقى نلاقيها. العربية المشتركة نفس النظام، الكاثوليكية نفس النظام، فين الاب والابن والروح القدس الموجودة في الفان دايك؟ مفيش مفيش، الله المستعان، الله المستعان. معتقدك واخرتك ونهايتك وابديتك لكتاب ما هوش فيه كلام ضايع، فيه كلام ضايع يعني، سبحان الله ازاي؟ كمان ايضا من ضمن الناس عندهم يقول لا ده هو ما فيش حاجه ضايعه ولا حاجه، امال ايه؟ الاخ اللي بيسال على حلقه، انا عامل سلسله كامله يا اخي في الصفحه والقناه، خش الصفحه القناه او خش الصفحه او اكتب كده بس على جوجل، انت بتقول تحريف الكتاب المقدس، اكتب محمد نصيف تحريف الكتاب المقدس،
هتلاقي حلقات بالساعتين. زمان ايام ما كنت شباب، لما كنت بقدر اعمل، كنت بعمل بث 4 ساعات و5 ساعات، فكنت بمسك الحلقة الواحدة فيهم ممكن اذكر 30 نص في مسألة معينة، 30 مصدر يعني. تمام، الله المستعان. كنت عايز اقول ايه؟ اللهم صل على النبي واله صلى الله عليه وسلم. انت قلتي حاجة وانا كنت اعلق عليها. كنت قلتي حاجة انت في التحريف وانا كنت هعلق عليها. مش فاكر. لا احنا اتكلمنا على هم ثلاثة الذين تمام. بيقولوا كده، بيقولوا لا ده الكلام ده او الضياع ده او الكلام ده احنا ما بنؤمنش بيه. انت عارفه ان اللي بيقولوا ما بنؤمنش بيه كتير جدا هيمر معاكي. ناس ماشيين بنظام حاشا. ايه حاشا دي؟ اللي هو كده ومش هنقول غير كده. ده اسمه جهل مركب، لان اكبر علماء المسيحيه نفسهم بيعترفوا بهذا الامر، لكن اللي بينكر دول مش العوام، دول الجهله من العوام. ودي الأعم الأغلب، الأعم الأغلب منهم ماشيين بمبدأ الجهل المركب. إيه الجهل المركب؟ في فرق بين الجهل يا جماعة وفي فرق بين الجهل المركب. أما الجهل في إنك مثلا لا تعلم هذا الشيء، الجهل المركب بقى إنك لا تعلم هذا الشيء ولما تيجي تفسره تفسره غلط. مثلا إزاي بيصنع القلم ده؟ أنا لا أعلم. ده اسمه كده جهل عادي، ده بيقع فيه كثير من الناس، مفيش مشكلة، جهل. الجهل المركب بقى انك ما تبقاش عارف بتصنع ازاي وتيجي تقول ده بيتصنع من العظم، لا يبقى ده جاهل. جهل ايه؟ مركب. فهمتوا الفكرة؟ مركب بيفتي بيهبط اي حاجه تيجي في دماغه بيقولها. عشان كده قلت للناس، او لما جيت اعمل الاشتراطات في ان اللي يطلع يحاور معايا ونعمل حوار، لابد على الاقل خالص، او نعمل مناظره بصفه عامه، لابد على الاقل خالص انه يكون شماس. اقل حاجه تكون شماس. ليه؟ لان العوام انا عارف انهم جهل مركب، هيوجعوا قلبي على الفاضي، ومش حجه على المستمعين، على النصارى يعني، مش حجه عليهم. حضرتك فاكر ان الشماس ده دارس؟ انا عارف ده مش دارس. انا عارف ده هو. بس ايه اسمه؟ لبس الجلابيه البيضاء وبقى شماس. واحد دخل لهم قال لهم انا عايز ابقى لبس الجلابيه البيضاء وبيقف في القداس بيبقى شماس، مش دارس ولا حاجه. نعم، اقصد على الاقل يبقى هو عايش في وسط المجتمع ده. عايش ممكن. الله المستعان. انت سمع عن حاجه اسمها المخطوطه كيو، او موسوع، او مجموعه اقوال يسوع؟ لا ما اسمعش عنه. مجموعه اقوال يسوع المخطوطه كيو ده بحسب اعترافات كثيره، سواء كنائس ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، بيعترفوا ان يسوع ليه موسوعه او مجموعه اقوال اسمها المخطوطة كيو أو المصدر كيو. المصدر يمكن ألاقيها على موقع سانت تكلا الآن. أهو أهو أهو، بس ده بيرد على سانت، مش مشكلة، حتى لو بيرد ما يجراش مشكلة. آدي أهو، شوفي يا اختنا كده، ده بسم الله الرحمن الرحيم. معرفش انت تعرفي عن اللي اسمه حلم القمص يعقوب ولا لا؟ عامل كتاب على موقع سانت تكلا اسمه كتب المكتبة القبطية الأرثوذكسية، كتاب النقد الكتابي، مدارس النقد والتشكيك والرد عليها، العهد الجديد، القمص، حلم القمص يعقوب، أستاذ حلم القمص يعقوب. السؤال بيقول: ما هو المصدر كيو الذي ادعاه بعض النقاد؟ على فكرة النقاد دي مش العرب أو مش المسلمين، النصارى. بعض النقاد بالإنجيل المفقود، وما هي محتوياته، وأين هو، وهل يوجد دليل قاطع على حقيقة المصدر كيو؟ المهم بيقول سين: ما هو المصدر كيو الذي ادعاه بعض النقاد؟ الإجابة: المصدر كيو استقر معظم الدارسين. عارفة كلمة معظم الدارسين؟
أكيد يعني بلا شك معظم الدارسين مش هيقصد بيها هنا المسلمين ولا ده دارسي الإسلام، لاهوت. صح؟ أيوه، يبقى دارسي علماء المسيحية. استقر معظم دارسي علماء المسيحية أن هناك مصدر آخر غير إنجيل مرقس استقى منه كل من متى ولوقا. عارفة الجزئية بس دي؟ الراجل اللي بيتكلم ده يا جماعة مش أي واحد كده بيتكلم وخلاص، لأ، ده الأستاذ بتاع الكليات المسيحية بيقول لك جملة واحدة بس. كارثة، خربت الوحي، الوحي خربته. فين يا أختنا؟ أخدت بالك من الجزئية دي؟ فين خربت الوحي؟ مصدر آخر. إيه؟ مصدر آخر إيه؟ استقى منه مين؟ مرقص. مرقس ولوقا. لوقا. مرقس ولوقا ولا مرقس ومتى؟ عامة استقى منه مرقس، أهو استقى منه متى ولوقا. هنا السؤال يا أختنا، فين الوحي؟ سؤال، فين فين الوحي؟ الوحي؟ فين ده؟ واحد عمال بيألف من واحد، فين الوحي؟ فين الوحي المقدس؟ يعني افترضنا انا دلوقتي قاعد معاكم اهو كده، قمت جاي مطلع كتاب كده، قمت افترضنا مثلا يعني اهو ده كتاب مين؟ طبيعة المسيح للأنبا شنودة. افترضنا انا قمت جايب طبيعة المسيح مثلا للأنبا شنودة، ده واحد قام كاتب منه كتاب كلام مقدس وقام قايل ان ده وحي. فين الوحي؟ فين الوحي؟ انت ماسك كتاب وعمال، فين الوحي؟ السؤال، فين الوحي؟ اما متى ولوقا بيستقي من كتاب تاني، فين الوحي؟ تأليف كلمة واحدة، مشكلة. ولعجزهم عن معرفة هذا المصدر لذلك دعوه باسم كيو، حتى مش عارفين المصدر ده ايه، عجزوا عن معرفته. وللعلم كما المصدر ده يا اختنا، هو قال البعض هنا برضو علماء المسيحية، ان هذا المصدر حوى اقوال السيد المسيح وبعض الروايات الانجيلية، تمام؟ بينما قال اخرون، البعض الاخر، ان هذا المصدر حوى اقوال السيد المسيح وجاء في دائره المعارف الكتابيه، المصدر الثاني الذي يعرف باسم كيو. عارفه اختنا ايه المصدر كيو ده؟ انا عن نفسي يعني بقول ده ايه؟ ايه انت سمعتي عن الايه اللي بتقول واتيناه الانجيل، واتينا عيسى ابن مريم البينات لا واتيناه الانجيل، الايه اللي فيها عن عيسى عن المسيح واتيناه الانجيل. لما انا بسال بقول انا عن نفسي مش مؤمن بمتى ولوقا ويوحنا ومرقس ورسائل بولس والكلام ده كله، انا مش مؤمن ان ده اصلا وحي ولا كلام الله. فبيقول لما فين الانجيل اللي انزله على عيسى اللي عندك في القران واتيناه الانجيل؟ بقول لهم اهو بس مفقود، اهو اهو. واللي قال انه مفقود مش انا، ده علماء المسيحيه اللي قالوا كده. المصدر حوى اقوال يسوع وعجزوا عن معرفته، لعجزهم عن معرفة هذا المصدر، عجزوا عنه وضاع مش لاقيينه. فهمت علي؟ عامة يعني في جيل أنزل على سيدنا عيسى. نعم، ومفقود. مفقود. كل اللي مفقود دلوقتي تأليف بشر. صحيح. بدليل يعني حتى قصة الصلب ده بيحكيها من زاوية وده بيحكيها من زاوية وده بيحكيها من زاوية وكلهم أصلاً ما شافوش وقت الصلب، ما كانوش موجودين في وقت الصلب. وفي نص على كده في الإنجيل، تعرفي كده؟ في نص بيقول إنهم ما شافوش وهربوا. هتعرفي أنت، هربوا. إيه؟ فتركه الجميع وهربوا. يبقى إزاي شافوا وهم هربوا؟ ما هم هربوا، هيشوفوا مجموعة من الناس. اضرب كده، حط المثال ده مكانك، خلاص؟ أو شوف المثال ده كده بعين واقعية. افترضنا مثلا حكومة ما دخلت كبسة على القهوة، فكل اللي في القهوة عمل ايه؟ طلع يجري، كله طلع يجري. فيقول لك يطلع اللي طلعوا يجروا دول يحكوا ايه اللي حصل جوه القهوة. طب ما انتوا جريتوا، هتحكوا ازاي اللي جوه القهوة؟ انتوا شفتوا حاجة؟ ما شفتوش حاجة. اما كله طلع يجري، ما شفتوش حاجة.
إلا إذا كان في كاميرات مثلا كانوا مركبينها. ما كانش زمان في كاميرات. طب يلا يا أسامة. أسامة السلام فكرت عن عليكم. إيه؟ عليكم عليكم السلام السلام. ورحمة. أول شيء نبارك للأخت منى دخلت الإسلام، والله فرحتينا كثير بصراحة، احنا بنفخر بالأخوات اللي مثلك اللي بارك بتدخل الله فيك. مجال، يعني ما بتكتفي بس إنها تدخل مجال، لا بتبدأ كمان إنها تدعي، يعني كغير من، يعني هاي صراحة من صفات الدعاء، مش أي دعاء كمان، إنه ببلشوا يدعوا الناس الضالين معهم كمان، يعني بيحبوا الخير لغيرهم، هذا بدل إن شاء الله إنه على طيب قلبك صفاء نيتك إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. في نقطة فيكم بارك الله، في نقطة ثانية بخصوص النصوص المحذوفة اللي كان يتكلم عنها الأخ أحمد وحاليا بيتكلم عنها الأخ محمد مصيف. في قبل تقريبا 4 سنوات وقع بين إيدي كتاب اسمه الحسام الممدود في الرد على اليهود، هو لأحد الأخبار اللي أسلموا، تمام؟ في هذا الكتاب في المقدمة يعني لفت انتباهي إنه طريقة حذف النصوص أو تحريف التوراة، وأنا ما بستبعد إنه تحريف الإنجيل تم بنفس الطريقة عن طريق النقل الكتابي، لأنه كانت التوراة محرمة فترة من الفترات، خاصة في أتوقع في الدولة الرومانية، مش عارف وين بالضبط، لأنه الكتاب اللي زمان ما قرأته. فاللي رسخت في بالي الفكرة إنه كان اليهود نفسهم كيف يتناقلوا التوراة، يكتبوا النصوص، يعني النصوص العادية اللي ما فيهاش إجرام، فيهاش قتل، فيهاش مثلا، حتى في الدولة في الدول الصليبية، أيام الدول الصليبية كانوا يكتبوا نصوص ويحذفوا النصوص مثلا اللي تشتم المسيح أو تهينه عندهم، كان يستعمل هاي الطريقة، وين فإنه يكتب النصوص والباقي يحطوا عليه زي ما قال أخونا أحمد نجوم، لفتت انتباهي كلمة النجوم حكاها، يضعوا عليه إشارة نجوم إنه هذا للحفظ، يعني الباقي يعني اتنقلوه بالحفظ، يعني يكتب النصوص المكتوبة مثلا، بتلاقي على سبيل المثال يعني مش على الأكيد يعني كمثال، هذا فرضية، إنه مثلا في بدأ في العدد رقم 1 سفر التكوين، رقم 2 مش رقم 2 اللي حطوهم، يكون رقم 2 حافظه واحد من الأحبار، تمام؟ بعدين بيجي رقم 2 بيكون رقم 3 وهكذا. طيب مع الفترات بيكونوا استعملوا برضه في شيء اسمه حساب الجمل، إذا سمعتوا فيه، استعملوا اليهود بشكل مكثف هذا، فأتوقع برضه ما بستبعد إنهم استعملوا أيضا حساب الجمل في وضع بعض النصوص اللي حرفوا فيها المعنى الأصلي، يعني حرفوا النص ووضعوا من عن طريق حساب الجمل هذا أو النص المفقود، إنه هذا النص المفقود معناه كذا، إنه بتفكها بشفرة حساب الجمل بعدين الجمل بيطلع معك مش النص. أسامة مش أيوه الجمل، لا الجمل على طول حساب الجمل. حساب الجمل او الجمل بصراحه بقرا قراءه بس ما سمع اول مره يعني. فهذه هي ملاحظتي بصراحه، هي دخلتي بخصوص النصوص المحذوفه، لا استبعد ان الكنيسه اتبعت نفس الطريقه في تحريف الاناجيل بصراحه. نعم نعم الله المستعان، الله جزاك يجزيكم الله خير. الخير وسامحوني على الاطاله. آمين وإياك، الله يحفظك ويبارك فيك. أختنا عشان نكتفي بقى، أنا تعبت، وأنت كمان نعطيكي الراحة. جزئية أخيرة، آمين. كيو اتفضل. المخطوطة كيو، أظن أنت، أنا أقول أنت أو أي واحد على من العرب الآن أكيد عارفين، عارفة تدرس يعقوب ملطي، أليس كذلك؟ عارفين تدرس يعقوب ملطي، ليه أشهر كتاب تفسيري موجود في الشرق الأوسط، كل النصارى عارفينه، صح؟ آدي النص أختنا، لسه بكلمك عن مسألة مقدمة، عن يا ريت تقرأي المقدمة دي جدا، هتكتبي على جوجل كده سهل تكتبيها، مقدمة عامة في الأناجيل الأربعة تدرس يعقوب ملطي، تمام؟ هيطلع لك الإيه؟ الصفحة دي. بص كده أختنا بيقول إيه؟
الأول أصلا كان بيتكلم عن المشكلة اللي وردت في اختلافات الأناجيل، بيقول من جهة المواد أو من جهة المواد نذكر بعض الاختلافات في الأناجيل الثلاثة. على سبيل المثال كتاب ميلاد السيد المسيح نجد إنجيل متى بطريقة تختلف عما جاء في لوقا عما جاء في مرقس، يبقى في اختلافات بين الأناجيل خلاص. فبيقول حلول المشكلة. نعم أنا عارف إن أنت عارفة على فكرة المشكلة الموجودة، ده في كذا مشكلة مش مشكلة واحدة، بس هو بيقول حلول المشكلة. واحد، نظرية استعمال مش عارف ايه تتلخص في كل من انجيل يعتمد على الانجيل السابق، يعني الانجيل الاول ده بيعتمد على اللي قبله واللي قبله على اللي قبله واللي قبله على اللي قبله، فين الوحي؟ سؤال المشهور على مر البثات، فين الوحي؟ لما كله عمال بيألف من كله وبياخد من كله، فين الوحي؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة اللي أنا كنت كلمتك عنها حالا من شوية، اللي هي المخطوطة كيو، ده مين؟ ده بابا العرب، ده من أكبر ومن أشهر مفسر العرب، أهو بيعترف أهو، بيقول نظرية الإنجيل البدائي لعل هذه النظرية جاءت كتطور لما ذكره بابياس في القرن الثاني أن متى وضع أقوال يسوع، اللي هي المخطوطة كيو. استخدم الانجيلون فقد افترض البعض وجود اصل ارامي عبري ترجم لليونانيه كل على انفراد، وهذا الاصل مفقود. اسمه ايه الاصل ده؟ وعلى ويسمى اصحاب هذه النظريه الانجيل الاول، الانجيل الاولى الذي عني عنه او عنه اخذت الاناجيل الثلاثه كيو، مفقود اهو. اصول الاصل اللي خد منه الانجيل نفسه ضايع، اللي هو اقوال يسوع، اللي هو اللي اتيناه الانجيل ضايع. شفت انت ازاي؟ تعرف ممكن يطلع لي حالا واحد من بتوع حاشا وفاشا، ممكن واحد يطلع لي من بتوع حاشا اللي قلنا تدرس يعقوب ملطي، ده ابوهم الروحي، ده اكبر يعني، ده ممكن علمه بالنسبه لهم تحت الانبا شنوده على طول، ممكن يطلع دلوقتي يقول لك احنا مالناش دعوه بكيو وبيو. يا ابني ده اصول، دي اصول علمائك ونقلت علمك. صحيح. الله. العهد القديم اللي اصلا اللي هو لوحي الشريعه اللي نزلت على سيدنا موسى. نعم. هم لوحي يعني لوحين، يعني انا في اعتقادي ان هم مثلا حيز كم صفحه مثلا، لو حبيت تكتب اللوحين دول على صفحات هيملوا لك كم صفحه مثلا في التقريب؟ 5 6 10 على الاقل على الكثير. عندك فكره العهد القديم كم صفحه؟ كتير، ممكن يدخلوا في 400 او اكتر. من اين جاء هذا الحشو؟ فين الوحي؟ الله المستعان، الله المستعان. الله يحفظك ويبارك فيك اختنا، يا رب. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا على ما قدمتي، اسال الله ان يستعملك ولا يستبدلك وان يجري الحق على السنتنا جميعا، اللهم امين. جزاكم الله خيرا أختنا. بارك الله فيك أخ محمد، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.